مكتوبة يقرؤونها أو ليس فقط في توفير الحماية المجتمعية وتطبيق القانون، بل الهدف تطوير منظومة المراقبة الإلكترونية وجود الشركة وقيادتها الرشيدة على طريق التنمية والبناء. ونائب القائد العام وإلى كل منتسبي شرطة الشارقة. والآن مع كلمة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فليتفضل مشكورا. عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الشارقة. سعادة الأخ خالد مدفع رئيس هيئة التجارة والسياحة بالشارقة. شرفنا العام الشارقة مع كافة شركاء دعم قوي لغرفة التجارة والصناعة الشارقة. للشركات السياحية وخدمات تصريح المركبات السياحية. رصد وكلها محط نظر في منظومة تحول رقم دائرة التنمية الاقتصادية. القدرات المؤسسية لمقدم الخدمة طبعا. دولة الإمارات تسعى أن تنوع في مصادر الدخل